في الفيديو ده هنتكلم عن كونسبت جديد واحنا مكملين فيه لحد اخر الترم ان شاء الله، هو الـ random variable. كنا اتكلمنا وعرفنا من اول ما ابتدينا يعني ايه sample space، ويعني ايه event subset من الـ sample space، ويعني ايه probability of event و conditional probability، وامتى يكون الـ two events independent. ده كونسبت بقى جديد وهو الـ random variable. تعالوا نشوف الأول مثال علشان نفهم بيه الـ definition، بعدين أقرأ الـ definition معاكم. A coin is tossed twice. Define the random variable x to be the number of appearing heads in the two tosses و determine the range of x. هنا بيعرف إيه؟ هي نفس الـ experiment اللي احنا تعودنا عليها. كوين بتترمى مرتين، يبقى على طول كده بكتب لنفسي كوين بتترمى مرتين، يبقى الـ sample space هيكون HH، ممكن أعمل 3 طبعا، HT TH TT. دي كده الـ sample space زي ما اتعلمنا قبل كده. هنا هو بيعرف random variable X to be. X هنا معناه ايه؟ هنلاقي X هنا بتعد، بتعمل حاجة، بتعد عدد الـ appearing heads، بتعد عدد الـ heads اللي ممكن تظهر، يبقى ده number of heads اللي ممكن تظهر في رميتين. تمام، يبقى ايه هو الراندوم فاريبل في رأيكم؟ الراندوم فاريبل هو فانكشن، يعني حاجة بتحسب ايه؟ بتاخد كل عنصر في السامبل سبيس تحسب عليه حسبة معينة وتحوله لرقم. هنا الفانكشن دي بتعمل ايه؟ هنا الفانكشن دي بتعد عدد الهيدز، يبقى عدد الهيدز ممكن يكون كام؟ ده اللي هنقول عليه اكس سمول او ار اكس، الرينج اوف اكس ممكن يكون كام. تيجي عند الاتش، اتش تعد في كام هيد هنا؟ اتنين، تقول دول اتنين. اتش تي واحده، تي اتش واحده، يبقى ايه؟ تي تي زيرو، يبقى هو ده شكل الرينج اوف اكس. يبقى الراندوم فاريبل بيعمل ايه دلوقتي؟ فهمنا شويه، نقدر نقرا مع بعض الديفينيشن. راندوم فاريبل از ا فانكشن ذات اسوشيتس ا ريل نمبر with each element in sample space. يعني هي function بتassign real number على كل عنصر في sample space، وكأنها بتاخد كل element تحسب عليه حسبة معينة تحوله إلى رقم، بتعد عدد الهيدز في رميتين. هنشوف أمثلة كتير طبعا. هنلاقي نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، الرينج بتاع random variable القيم اللي بياخدها لو كانت countable، countable يعني حاجات أقدر أفرطها كده سواء finite أو infinite بنقول عليه discrete. لو كان في صورة range يعني interval بنقول عليه continuous. إحنا مهتمين المحاضرة دي والجاية بالdiscrete، وبعد كده هندرس كمان مجموعة من ال famous distribution في حالة الdiscrete، وبعد كده هنرجع نعيد الكلام تاني مرة أخرى في الcontinuous. نكمل بقى حل المسألة، نبص تاني عليها. يبقى تاني المثال ده بيقول ايه؟ في عندنا random experiment معينة، يبقى انا عادي جدا بكتب sample space. هنا بقى مفيش event subset من sample space، لأ random variable مش subset من sample space، لان هو اصلا مش واخد نفس الشكل بتاعها. احنا قلنا ال event هو ان انا اقول لك ايه؟ ظهور ال h مرتين، هتقولي h h ده ال event، اهو نفس شكل الاس، ففعلا ايه سبسيت من الاس، ده الايفنت. لكن مش ده موضوعنا. الراندوم فاريبل هو فانكشن بتعمل ايه؟ بتassign a number to every element in sample space، بتاخد كل element تعمل له كده زي mapping. وكاني هوصل كده اهو، هوصل اتش اتش ايه الفانكشن اللي اتطبقت عليه؟ وديته فين؟ وديته الاثنين. التي اتش وديته للوان، التي اتش الثانيه وديته للوان برضو، التي تي راحت للزيرو. يبقى كل element اتطبق عليه ال function دي، وده شكل ال random variable، او نقول عليه ال range of، ده كده اللي هو ال range of x. لو ال range countable زي كده ده discrete وبنقول عليه finite. لو ال range حاجة برضو countable كده بس ما بتخلص، بتوصل للمال نهاية، بنقول عليه discrete infinite. لو ال range طلع interval حاجة بتتقاس، بنقول عليه continuous. ناخد example تاني يوضح أكتر علشان نشوف الفرق ما بين ال discrete وال continuous في مسألة واحدة. Consider the random experiment of waiting for calls at a certain switchboard. Define the random variable x to be ال inter arrival time، هو زمن الزمن ما بين between calls، يعني في مكالمات بتحصل، الزمن ما بين ال calls ده بيعبر عن الاكس. يبقى كده واضح ان الاكس عبارة عن random variable نوعه
continuous لأن الزمن بيبقى continuous. و why random variable تاني بيعبر عن ايه؟ to be the number of arriving calls in a certain day. عدد ده بقى عدد المكالمات اللي بتحصل في اليوم ده. هنا r y واضح انها الرينج بتاعها هيطلع discrete، لكن r x هتطلع continuous. determine the range of x and y. r x دي طبعا بتعبر عن الوقت اللي هاخده قد ايه ما بين كل مكالمة والتانية. ما بين كل مكالمة والتانية طبعا يعني ده رينج، ما اقدرش اقول واحد، واحد ونص، اتنين ونص، مش ارقام محددة، ده رينج. لكن اقدر اقول ان الوقت ما بين مكالمة والتانية بيتراوح من زيرو لحد مقفولة، لا ممكن يبقى مفيش no time يعني، وده طبعا كلام ايه theoretical. لحد فين برضو ما نعرفش، مفتوحة يبقى مفتوحة يبقى كده. لكن عدد المكالمات اللي ممكن ناخدها اللي ممكن تيجي في اليوم مثلا بيتراوح من ممكن مفيش مكالمة خالص، ممكن واحدة، عدد اعداد ايه countable، اتنين برضو، لحد فين معرفش، مفتوحة. يبقى ده كده النوع بتاع ده كده continuous، تمام. لكن ده اقول عليه ايه بقى، ده كده infinite discrete. يبقى عرفنا كده ان الراندوم فاريبل الرينج بتاعه هو اللي هيقول لنا النوع بتاعه ايه. عندنا بيتقسم الى برضو discrete زي ما قلنا قبل كده في الايفنت بالظبط، discrete و continuous. والdiscrete بيبقى finite or infinite، تمام. اي random variable هندرسه هندرس معاه خمس حاجات، هناخد اول اتنين في الفيديو ده، وفي الفيديو اللي وراه هناخد التلاتة الباقيين. اي random variable عنده هتلاقي عنده probability mass function PMF، او بنقول عليها probability distribution function PDF. كلمة mass بس بنستخدمها بالاكثر في حالة الديسكريت، يعني ال PMF هتشوفوها في الديسكريت، ال PDF more general بتستخدم على الديسكريت وعلى الكونتينوس، لكن ما بنسمعش كلمة PMF دي في الكونتينوس. بعد كده كمان كل random variable عنده CDF، يعني cumulative distribution function CDF. هنشوف بقى يعني ايه كل واحدة، وفي الفيديو الجاي هنشرح التلاتة دول. وهو كل random variable عنده expectation اللي هو التوقع او المين او الافريج. عنده كمان الفاريانس اللي هو ال V of X او ال sigma squared، والروت بتاعه بيبقى اسمه standard deviation sigma X. وعنده كمان حاجة اسمها المومنت generating function اللي هي ال MGF، وبنرمز لها برمز ميو اكس اوف تي. وده الفيديو الجاي ان شاء الله. نبدأ احنا في الفيديو ده هنركز على حاجتين مهمين جدا نفهم كويس الفرق ما بينهم، اللي هما ال PMF وال CDF وايه الفرق ما بينهم. ال PMF سهلة جدا، هي عبارة عن ال probability بتاعت كل قيمة من قيم ال random variable. denotes the probability that random variable x take the value of x. طبعا هنا في x capital هو ال random variable نفسه، و x small هي ال value نفسها اللي هي تشيلها وتحط بدلها 0 1 2. فا ال f small دي بتعبر عن احتمالية ان ال random variable ياخد القيمة 0. يعني مثلا في المسألة بتاعت الكوين x بيمثل عدد الهيدز اللي بتظهر، طيب الرينج بتاعه ممكن ياخد ارقام 0 1 2، احتمال بقى ان عدد الهيدز يبقى 0 في رميتين، هو ده اسمه ال PDF بتاعت صفر. طيب احتمال بقى ان العدد الهيدز يبقى واحد في رميتين، يبقى ده اسمه ال PDF of one. طيب في رأيك كده تفتكر اي PMF لازم يبقى فيها شرطين، ايه هما؟ لو فكرنا شوية هنلاقي قيمة ال PDF نفسها عند اي نقطة لازم تكون هي probability في الاساس، فهي لازم تكون اكبر من او يساوي صفر، وطبعا اقل من او يساوي 1. انا مش هكتب اقل من او يساوي 1 لان الشرط التاني هيكون كافي جدا انه يوضح لنا. طيب في رأيك اذا جمعنا مجموع ال PDF يعني مجموع ال probability بتاعت كل value في الاخر لازم يكون المجموع كام؟ احنا قلنا ان احنا في الاخر كده هنغطي كل عناصر ال sample space، فيبقى لازم sigma لل f of x لازم لما نجمع كله على مستوى ال x كله لازم يطلع على كل ال values of x، على كل range يعني of x لازم يكون المجموع ده 1. فطالما المجموع يبقى 1 يبقى لازم قيمة ال f of x تبقى أقل من ال 1، وإحنا مش محتاجين طبعا نكتب دي طالما كتبنا الشرط رقم 2. هنبدأ بقى نحل أمثلة عشان نفهم برضو أكتر إزاي. A die is
thrown twice، رمينا زهرة دي كده، زهرة اترمت مرتين، راحة كده. نقف هنا ونسأل نفسنا، زهرة بتترمى مرتين، يبقى ايه السامبل سبيس بتاعنا لرمية زهرة مرتين؟ حافظينها دي، واحد واحد، واحد واتنين، لقينا قبل كده عملناها 36 واحدة. مش لازم طبعا نكتبهم كلهم، بس ايه نوري كده ان احنا عارفينهم اهو، لحد 6 و6. دي رمية الزهرة مرتين، وده شكل السامبل سبيس في الحالة دي. هنا اكس هتعبر عن ايه؟ هو طبعا اللي بيديني في المسألة الديفينيشن بتاع الاكس. let x denotes the sum of the appearing numbers، يعني بنجمع مجموع الرقمين اللي انت رميت الزهرة مرة وبعدين رميتها تاني، كل مرة ظهر رقم مجموعهم، بقى مجموعهم ده بيمثل اكس. يلا في رأيكم اكس هنا هو sum of the appearing numbers، يبقى اكس هياخد قيم من كام لكام، او ايه الرينج بتاع الاكس؟ فكره، ممكن نديله الرمز اكس سمول. واحد هيقول المجموع ممكن يكون واحد واحد مجموعهم اتنين، ممكن تلاتة، ممكن اربعة، اخر حاجة 6 و6 مجموعهم 12. يبقى الرينج اوف اكس بيتراوح من 2 لحد 12. نوعه ايه؟ discrete countable، اهو discrete وفاينايت بيخلص. تعال نشوف احتمالية، عايزين نشوف البي دي اف نجيبها ازاي. هنعمل جدول كده، دايما البي دي اف في حالة الديسكريت بتتعمل بجدول، فهنعمل جدول هنحط فيه قيمة الاكس والبروبيلتي بتاعتها، وهنلاقي الموضوع سهل اوي احنا بنعمله دلوقتي، مش صعب. ادي الاكس وادي البروبيلتي بتاعتها، عندنا 2، عندنا 3، 4، وهكذا لحد 12 وقبلها 11. تمام، ايه probability of 2؟ ايه probability ان x بيساوي 2؟ يعني ايه probability of 1 1؟ هنلاقيها 1 على 36. طيب ايه probability ان x يساوي 3؟ 3 يعني 3 تيجي من 1 و2 و2 1، يعني الحدث هنا بتاعها في حاجتين، يبقى 2 على 36. طب يلا 4 نفكر شوية، نلاقي الموضوع بسيط قوي. هي 2 و2 ادي واحدة، عدوا معايا 2 و2، 1 و3، 3 و1، يبقوا 3 على 36. واللي بعدها تبقى ايه؟ هتبقى 4 على 36. طب اللي بعدها تبقى ايه؟ 5 على 36. طيب نعمل الموضوع بالعكس، 12 بتيجي منين؟ بتيجي من 6 و6 اللي هي 1 على 36. طب 11 هتبقى 5 و6 و6 و5، يبقى 2 على 36، والعشرة هتبقى 3 على 36. فهتلاقي الموضوع كده ايه، بيزيد كده وكده بيقل لحد ما يوصلوا النقطة في النص اللي هي 6 على 36، ويرجعوا يقلوا تاني. تمام، طيب انا مسحت لكم الجدول وعملته كله تاني عشان تشوفوا بنفسكم. هنلاقي ان مجموع اهو، بصوا اول ملاحظة كانت بتقول ايه، ان لازم قيمة البي دي اف تبقى اكبر من او تساوي صفر، لانها بتمثل احتمالات، يبقى لازم القيمة كل قيمة من البي دي اف اكبر من او تساوي صفر. تمام، تاني بروبرتي بتقول ان مجموعهم لازم يساوي ايه في الاخر، لو جمعنا مجموع البي دي اف دول في الاخر مجموعهم بيساوي ايه؟ 1. تمام، نشوف مثال تاني بيقول ايه. at a telephone switch two types of calls can happen، voice calls مسميها V and data calls ومسميها D، which are equally likely. يعني واضح هنا ان في اتصالات، الاتصالات دي بتتم عن طريقين، حاجة من اتنين، يا اما صوت بس يا اما data calls، which are equally likely يعني احتمال كل واحد زي بعضه. دي عاملة زي ايه؟ بتفكرنا بايه؟ بتفكرنا بالكوين اللي بتترمى، يا تطلع هيد يا تطلع تيل، باحتمالات زي بعضها. فدي برضو مكالمة بتتعمل، يا تطلع فويس يا تطلع ديتا، باحتمالات زي بعضها. شوف القصة كده ماشي. بعدين بيقول ايه، suppose we observe three calls، at this telephone the three calls are assumed to be independent. بعدين عملنا احنا بقى قعدنا نستنى ثلاث مكالمات، والمكالمات طبعا independent من بعضها، عاملة زي الرميات بتاعت الكوين. let x number of voice calls، x هنا بيعمل ايه؟ دي اهم حاجة عندنا، هو random variable x بيعد عدد ايه؟ بيعد عدد number of voice calls، عدد ال voice calls. كفاية هي مكتوبة قدامنا، يبقى عايزين نعرف
ايه هو range of x, find او write the PMF. يبقى احنا اول حاجة هنعمل هنجيب range of x, وبعدين ايه هي عدد الفويس كول ممكن يكون كام في ثلاث مكالمات. ثلاث مكالمات يعني ممكن ولا واحدة فويس كول, او واحدة فويس كول, او اتنين فويس كول, او ثلاثة كلهم يبقوا فويس كول. سهلة. طيب ايه نجيب ازاي ال PDF؟ هنقول هو ال probability نسميها f small of 0, f small of 1, f small of 2, و f small of 3. يعني ايه f small of 0؟ يعني ال probability ان x ب 0, ودي ال probability ان x ب 1, ودي ال probability ان x ب 2, ودي ال probability ان x ب 3. ازاي نجيب الاحتمالات دي؟ يبقى احنا محتاجين نبص على السامبل سبيس برضو, السامبل سبيس بتاع المساله دي. نشوف كده زي بالظبط دول ثلاث مكالمات, زي بالظبط ده ممكن نعمل تري ونقول مكالمه ممكن تبقى في او او دي. دي المكالمه الواحده, يبقى المكالمه الثانيه ممكن تبقى في او دي, ونعمل تاني هيطلعوا كام حاجه؟ هيطلعوا 8 حاجات, مش محتاجه اكتبها يعني 8 حاجات. ايه هما الثمان حاجات؟ 8 هيبقوا ممكن بقى نقراهم كده, في 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 ادي 3, 3 فويس, او في في دي, وهكذا ونكتبه. هما 8 حاجات. طبعا احنا مش محتاجين برضو نعمل التري ولا نعمل, لان احنا درسنا الاندبندنت فيبقى الموضوع سهل ان شاء الله, لان احتمال ان يكون مفيش ولا فويس يعني كلهم التلاتة داتا. دي 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 احتمالها كام؟ احتمال الدي نص, وبان هما اندبندنت فبضرب النص في نص في نص 3 مرات. طب نشوف كده x equal 1, x equal 1 يعني عندنا واحدة v واتنين d. طيب واحدة v واتنين d دول نكتبها جنبها كده عشان ما تلخبطوش, يعني عندنا نص دي كده احتمال ال v, وفي اتنين d برضو نص سكوير, بس احنا ما نعرفش ايه, ما نعرفش انه واحدة من التلاتة, من التلاتة كولز هتكون في. فهنا انا هعد كام واحدة يطلعوا 3 سي 1, في تلات مكالمات هختار منهم واحدة عشان تكون الفي, يبقى 3 سي 1. طيب في اتنين بقى من الفي, يبقى نص الاول احتمال الاتنين في نص تربيع, واحتمال واحدة دي تبقى نص برضو, ضربتهم في بعض. طب في كام مكالمة من التلاتة فيهم اتنين في؟ يبقى 3 سي 2. طيب دي سهلة, 3 في يعني ما فيش غير في في في, يبقى نص أس 3. الأرقام دي لو جمعناها لازم تطلع في الآخر بوان, تمام كده. يبقى دي نفس فكرة المسألة بتاعة الكوين بالظبط. طيب نشوف الإكزامبل ده. A lot of 8 microcomputers contains 3 defective ones. في عندنا 8 فيهم 3 defective, يبقى فيهم 5 كويسين. Good. If a school makes a random purchase of two of these computers, يعني المدرسة هتشتري اتنين, هتختار اتنين يعني computers, خلاص find the PMF. لإيه بقى find the PMF؟ الكلام اللي جاي بعد كده ده هنحط عليه خط, وده بيمثل تعريف الايه الراندوم فاريبل. هنا الراندوم فاريبل بيعد عدد الايه number of defectives, تمام. يبقى انا مبدئيا هشتغل عادي خالص زي ما كنت بعمل قبل كده, هرسم التري واحط عليها البروبابيليتي, وهشوف ده طبعا سيلكشن وزاوت ريبليسمنت فالارقام بتتغير. فدي احتماليه الجي 1 5 على عددهم, وهنا يبقى الباقي 3 على عددهم. ولما سحبت جي 1 يبقى الاعداد اتغيرت, دي هتبقى 4 على 7, ودي هتبقى 3 على 7, دي هتبقى 5 على 7, ودي هتبقى 2 على 7. كده اقدر بسهوله اكتب لنفسي الاس اللي هي السامبل سبيس. ايه هي السامبل سبيس هنا؟ جي 1 اربع حاجات, جي 1 جي 2 جي 1 دي 2 بالترتيب كده, دي 1 جي 2 دي 1 دي 2. القيم اللي ممكن ياخدها الراندوم فاريبل اكس اللي بيعد ده عدد الديفكتيفز. عدد الديفكتيف ممكن يكون صفر ولا واحده, واحد, واحده بس, او اتنين. نشوف بقى البي دي اف تجاب ازاي. يبقى احنا عندنا اهو اكس عباره عن 0 1 و2. ايه هي البي دي اف؟ هي احتمالات كل نقطه, كل قيمه في الراندوم فاريبل. يبقى عندنا نكتب بقى ايه اف سمول اوف 0, عايزين نجيب الزيرو وال1 وال2.
نبدأ بقى نمسك كل واحدة ونشوف ايه احتمال الزيرو. نكتب بقى جنبها كده لنفسنا هنت، يعني ايه زيرو؟ يعني مفيش ولا ديفكتيف، يعني جي وان جي تو. طب وان يعني ايه؟ يعني ممكن جي وان دي تو اور دي وان جي تو، واتنين ديفكتيف يعني دي وان دي تو. يلا نجيب الاحتمالات ازاي. بالتري طبعا سهلة جدا، جي وان جي تو هيبقى 5 على 8 في 4 على 7. هنضرب البرانش زي ما اتعلمنا، دي conditional probability. المسألة اللي فاتت كانت مسألة independence، لكن دي مسألة conditional probability، مسألة تري. يبقى جي وان جي تو اللي هي 5 على 8 هنضرب البرانش في بعضه في 4 على 7. تاني واحدة جي وان دي تو ودي وان جي تو، دول عبارة عن تو برانشز. اتفقنا ان احنا بنضرب الارقام لما بنيجي على برانش، وبنجمع لما نتنقل من برانش لبرانش. يبقى هنجيب جي وان دي تو اللي هي 5 على 8 في 3 على 7، ودي وان جي تو اللي هي 3 على 8 في 5 على 7. هنكتب الكلام ده، يبقى 5 على 8 في 3 على 7 زائد 3 على 8 في 5 على 7. اخر واحدة هتبقى دي وان دي تو، هنبص على تري فين البرانش اللي فيه دي وان دي تو، هيلاقيه 3 على 8 في 2 على 7. يبقى تبقى بقى مطمن ومتأكد جدا ان مجموع البروبيليتي دي لازم لو جمعناها بالآلة الحاسبة او بحاجة يبقى بيطلع 1. نشوف مثال تاني. let f of x، هنا ده مثال جايبه لنا في صورة ايه؟ function. كاتب لنا ال f of x وعامل في حاجة unknown كده سايبها مش معروفة اللي هي ال k. ف f of x دي ال function بتاعت ال probability pdf k في 0.2 to the power x، و x بياخد قيم 1 2 3 لحد ما لا نهاية، يعني ده infinite discrete. أول سؤال بيقول find k such that the f of x is a valid PMF. علشان f of x تكون valid PMF يبقى أنا هشتغل على الكونديشن اللي هو بتاع سيجما f of x لازم مجموعهم يساوي ايه؟ 1. فلازم أجمع أجمع عند x بواحد من 1 إلى ما لا نهاية. فنعوض كده كي طبعا common factor، ونفتح قوس نحط x بواحد يبقى 2 من 10، نحط x باتنين يبقى 2 من 10 square، 2 من 10 cube، وهكذا إلى ما لا نهاية. كل ده لازم يساوي 1. هتقولي طب وأنا هجمع ازاي حاجة زي كده؟ لأ، ما مش أي مسألة هنعرف نحلها، لازم تبقى series احنا عارفينها. طبعا الشكل ده نراجع مع بعض كده ال infinite geometric series. فاكرين ال infinite series geometric؟ لما تكون geometric يعني a plus a squared plus a cubed لحد infinity، دي اسمها بنسميها geometric. geometric ليه؟ لأنها كل مرة في base بنضرب فيه، فدي بتساوي ال a على 1 minus a، يعني ال first term ده اللي هو على ال a على 1 minus ال a ال base. هنا القانون ده كنا اتعلمناه في السيريز، وقلنا ان ال convergence interval بتاعته فترة التقارب أو القانون ده ينفع بس في حالة إن ال absolute of a أقل من الواحد. يعني إيه؟ يعني إيه قيمة a تتراوح من ناقص 1 لـ 1، هي الأرقام الصغيرة يعني نص، ربع، 2 من 10 كده. القانون ده valid بس للقيم دي. أما لو ال a ده رقم أكبر من الواحد بره الفترة دي، هتلاقي إن ال infinite دي ال series geometric series دي بتدايفرج، يعني المجموع بتاعها بيبقى infinity طبعا، فمش هنجيب لك حاجة زي كده. طيب نرجع للمسألة، يبقى دي كده هنعوض في القانون. يبقى هنقول k زي ما هي، وعندنا القانون 2 من 10 على 1 ناقص 2 من 10، ده كده القانون بيساوي 1. طيب هنشوف الكلام ده يطلع كي من هنا بتساوي كام. هتطلع كي بتساوي 4. طيب المطلوب اللي بعد كده عايزين نحسب الاحتمالات اللي قدامنا دي. اول احتمال عايزين probability ان x يساوي x يساوي، يعني انا هعوض على طول في البي دي اف، هعوض عند x ب3. اكبر من او يساوي 2 دي هنشوفه بقى نجيبها ازاي. اكبر من او يساوي 2 يعني 2 3 4 لحد ما لا نهاية، هنجيبها برضو. ودي conditional probability، هنستخدم القانون بتاع الconditional. نبدأ كده بأول واحدة مع بعض. أول واحدة سهلة، ايه probability ان x بيساوي 3؟ يبقى هي عبارة عن ال f small عند التلاتة، يبقى عشان لو احط ال pdf k طلعت بـ4 و2 من 10 أس x يعني أس 3. طيب اللي بعدها
ايه probability ان x اكبر من او يساوي 2؟ طبعا دي كتير، f of 2 و3 و4 لحد ما لا نهايه، اللي هي عبارة عن 1 minus. الاسهل مننا عكسها ايه؟ احنا قلنا قيم اكس بتاخد من 1 2 3، يبقى عكس كده هيبقى 1 minus ال f of 1 بمنتهى السهولة، فهنعوض يبقى 1 minus ال f of 1 اللي هي 4 في 2 من 10، الكلام ده يطلع ب 2 من 10. نيجي بقى للمسألة اللي بعد كده، ايه ال probability ان x اقل من 4 given that، اتفقنا العلامة دي كده conditional probability، x اكبر من او يساوي 2. ما عندناش غير قانون ال conditional، يبقى نحط فوق ال intersection وتحت ال given. ال intersection ان x اقل من 4 واكبر من او يساوي 2، هو ال range نفسه من 2 لاكبر من او يساوي 2 اقل من 4، ده كده يعني الاتنين يحصلوا مع بعض، اكبر من او يساوي 2 واقل من 4، على ال probability of given اللي هو اكبر من او يساوي 2. طيب اللي فوق دي نحسبها ازاي؟ دي عبارة عن 2 و3 بس، 2 و3 بس، يبقى f of 2 f of 3، وتحت اللي احنا جبناها في المطلوب التاني لسه جايبينها اهي، هنحطها هنا زي ما هي، يبقى هنا هنعوض يبقى 0.2 زي ما هي، وفوق هيبقى k، k ده common factor ممكن نحطه، و 0.2 squared، والتانية هتبقى 0.2 cubed، والأربعة مضروبة فيهم هما الاتنين اللي هي ال k. تمام، سهل كده طريقة الحساب. نشوف كده الكونسبت التاني، الكونسبت التاني اللي هنتكلم عليه، احنا كده عرفنا كام حاجة، عرفنا ايه هو الراندوم فاريبل، هو فانكشن بتعمل ايه، بتأساين كل عند كل رقم في السامبل سبيس، كل element في السامبل سبيس بتأساين a real number for each element of sample space، وبعد كده لو حسبنا probability لكل نقطة بنقول عليها ال PDF. تشوف بقى ال CDF، وده موضوع مهم برضو، اللي هو ال cumulative distribution function، بالعربي يعني الدالة التوزيع التراكمية. ليه بيسموها تراكمية؟ لأن انت بتجيب احتمالية النقطة وكل اللي قبلها، فانت النقطة الواحدة بيتراكم عندها كل اللي فات، زي بالظبط ال GPA بتاعنا ده تراكمي، يعني أول سنة بجيب GPA، تاني سنة بجيب GPA وبجمع كمان بتاع تانية مع بتاع أولى يبقى تراكمي، بتاع تالتة بجمع عليه تانية وأولى. فاحنا هنا هنعمل كده بالظبط، هنجمع الاحتمالات وهنرمز لها بالرمز اف كابيتال مش اف سمول، يبقى ايه اللي هي الاف سمول؟ هي البي دي اف. ايه هي الاف كابيتال؟ هي السي دي اف. خلاص ده كونفنشن هنتفق عليه. ايه هي الاف كابيتال؟ بتمثل ايه؟ بتمثل احتمال ان يكون الاكس، مش هنا مش هنقول يساوي، هنقول less than or equal، اقل من او يساوي value معين. انا مثلا عندي اكس بواحد واثنين وثلاثة، ايه احتمال ال سي دي اف عند التلاتة؟ يبقى اقل من او يساوي تلاتة، معناها اجمع تلاتة واتنين وواحد. ايه اللي هنلاحظه او ايه ال properties الخصائص بتاعت السي دي اف؟ تلات حاجات مهمين جدا، اول حاجة انها non decreasing function، مش ممكن تقل ممكن تزيد، يعني هي هتزيد ممكن تثبت لكن مش ممكن تقل ابدا. ليه؟ علشان انا بجمع كل اللي فاتني. تمام، وايه كمان؟ وكمان عند البدايه دايما ما بيبقاش في حاجه، يعني عند random variable قبل البدايه، يعني مثلا لو انا ببدا اكس بايه بواحد، يبقى قبل الواحد ما فيش احتمالات اجمعها، فقبلها هنقول عليها الناقص infinity، يعني هي البدايه بزيرو، ودايما بعد اخر نقطه هتلاقيها بتوصل للوان وتفضل مكملة على الوان. الاف دي فانكشن بتاخد اي رقم بتماب ايه، بصوا كده الدومين ده، كده الدومين وده الرينج، هنلاقي اي سي دي اف في الدنيا الرينج بتاعها من 0 ل 1، لازم تبدأ بصفر وتنتهي عند ال 1، مش ممكن تخرج ما بين الحاجتين دول. الرينج يعني تبدأ الدومين بتاعها بياخد اي حاجة مش مشكلة، الرينج اللي هو قيمة الراندوم فاريبل اكس نفسه. لما هنيجي نرسمها كمان شوية هنرسم محورين، محور الراندوم فاريبل اكس نفسه وقيمة سي دي اف، هتلاقي الدومين بتاعها اي حاجة مش مهم، اي ار يعني، لكن دايما الرينج بتاعها بيبقى ايه؟ بيبقى من 0 ل 1، هتبان واحنا بنحل اكزامبل. هنبدا ناخد مساله كده ونشوف ايه الجديد او ايه الزياده اللي هنعملها دلوقتي. A coin is tossed until a tail appear or after 3 attempts have been made. رمينا كوين لحد ما بنرميها، لحد ما يظهر، يا اما يظهر تيل يا اما تترمى 3 مرات. نقف كده ونعمل 3، ما تعملش غير بتري، يعني انا هنا هرمي الكوين مره، لو طلعت تي بقف، لو طلعت اتش بكمل.
ارمي تاني تي وقف اتش بكمل، ارمي تاني تي وقف اتش بكمل، لا مش بكمل، علشان كده بقوا 3 رميات. يبقى المسألة بتقول كده، بتقول ان انا برمي كوين حاجة من اتنين بتحصل، لو طلع تيل في اي وقت بقف، لو اترمت 3 مرات بقف برضو. اوكي، يبقى هنا الاس ايه دايما انتوا تعملوا كده، تقفوا قبل السؤال وتفكروا في السامبل سبيس. ايه هي الاس هنا؟ طبعا واضحة، هناخد الايه الاليمنتس اللي على التري، يبقى تي ممكن اتش تي، ممكن اتش اتش تي، وممكن اتش اتش اتش، 4 حاجات جوه الاس. بيقول find بي ام اف وفايند سي دي اف. طيب find بي ام اف، وعايزنا كمان بي ام اف وسي دي اف الايه بالظبط، يعني لازم برضو اكمل السؤال. دول اللي بيجي بعد السؤال ده بي ام اف، ده يمثل عندي الراندوم فاريبل اكس، يبقى اكتب لنفسي هو الاكس، هو بيعد عدد نمبر اوف الترايلز، عدد المحاولات او عدد الاتمتس. عدد المحاولات ممكن يكون كام؟ زي ما انتم شايفين كده، بصوا على الطريق قولوا لي هل ممكن ما يعملش ولا محاولة؟ لا، هي محاولة واحدة او محاولتين وبالكتير 3، يبقى عدد المحاولات 1 2 3. احتمالات اللي تتحط على التري عاملة ازاي؟ اول رمية نص ونص، بعد كده نص ونص، لان دول independent، نص ونص، النص ما بيتغيرش. يلا نبدأ نجيب ال PMF. يبقى انا عايزة اعمل ايه؟ عايزة اجيب ال F of 1، ال F of 2، ال F of 3. طيب ال F of 1 اللي هي احتمال ان يكون ايه بقى؟ بص كده، احتمال ان يكون الرميات رمية واحدة. ازاي رمية واحدة؟ دي كده اللي هي جاية من، لو عملنا مابينج وصلنا، دي كده رمية واحدة، دي كده رميتين، دي كده رمية 3 رميات، ودي كمان 3 رميات. يبقى اما انا بجيب البروبلتي اوف وان، ابقى عارف ان دي تكافئ البروبلتي اوف تي بس، فدي كده البروبلتي اوف تي بس. ممكن نكتب لنفسنا وممكن نقولها على طول، يبقى هي اف اوف تي اللي هي نص. لكن وانا بجيب 2 لازم ابقى فاهم ان 2 دي اللي هي الاتش تي اللي هي نص نص في نص. طيب وانا بجيب 3 لازم ابقى فاهم ان دي حاجتين بتيجي من حاجتين، اللي هي probability of h h t، خليها f بدل f، خليها p عشان نبقى فاهمين معنى ان ده probability، ده probability. وكمان ايه كمان؟ 3 رميات h h h، دي كده اللي هي نص في نص في نص، يعني نص اس 3 ونص اس 3 تاني، يعني كام؟ دي هتطلع ربع، تمن زائد تمن بربع. اللي انا عملته ده اسمه ال PDF. بتتعمل ازاي؟ بتترسم ازاي؟ تعال نشوف رسمتها عاملة ازاي. رسمتها سهلة جدا، ادي ال X axis، ده بيمثل ال random variable X، وده بيمثل ال F of X. ايه القيم بتاعت اللي ممكن ياخدها ال X؟ هنلاقي هما 3 قيم. ايه هما؟ اللي هما ال 1 وال 2 وال 3. ال probability عند ال 1 هنلاقي ان هي نص، يبقى هنطلع كده بار نص، وعند التو بار بس كده مجرد بار، وعند التو يبقى ربع، نصها بالظبط، يبقى دي كده ربع، وعند الثري هيبقى نصها برضو اللي هي ربع. ده شكل البي دي اف. دايما البي دي اف في الديسكريت بتمثل بار دايجرام. بار دايجرام يعني ايه؟ يعني عصيان كده اهو، بار دايجرام، لان الايه الاكس ديسكريت. فلو جيت قلت لك ايه probability مثلا ان 1.5، ايه الاف سمول اوف 1.5، هتقول لي مفيش عند 1.5، مفيش probability، يبقى زيرو. فاذا كان الاكس ديسكريت، البي دي اف طبعا بيبقى ديسكريت. طيب تعال نشوف السي دي اف بقى، نشوف السي دي اف تفرق ايه معانا. نعمل خط كده ونشوف الاف كابيتال. طيب ايه هي الاف كابيتال؟ اف كابيتال اوف 1، احتمال اول نقطه نص، واللي قبلها يبقى هي نص، قبلها ما كانش فيه حاجة. طيب احتمال الاتنين واللي قبلها، هتقول لي الجديد اللي هو نص تربيع ده اللي هو ربع. طيب احنا نكتبها ربع احسن، يبقى ربع، ونجمع اللي قبلها نص. طب احتمال التلاتة هيبقى ربع الجديد زائد اللي قبلها اللي هو هنا ده اللي هو 3/4، يبقى ربع زائد 3/4، يبقى هيطلع 1. دايما ببدأ بأول نقطة قبلها بصفر وآخر نقطة عندها بوان. نرسم ازاي ال سي دي اف؟ رسمة تكون عاملة ازاي؟ برضو هلاقي هنا ال x axis، القيم اللي بياخدها ال random variable ده 1 2 3، تترسم ازاي؟ ودي رسمة ال f capital of x. هلاقي قبل ال 1 ما كانش في حاجة،
اوكي قبل الوان ما كانش في حاجة يعني صفر، وبعدين عند الوان بقيت بنص، هطلع نص وهفضل نص واثبت على النص، ادي النص. وبعدين عند الاتنين هنزود على النص الربع الجديد، يبقى هنمشي كده هتبقى دي كده 3/4، تمام. وبعد كده عند التلاتة بتزيد ربع كمان، فبتثبت على الوان وبتكمل على كده، يبقى هنلاقي ده شكل ايه، السي دي اف كونتينيوس طبعا مش ديسكريت، والسي دي اف بتبقى ستيب فانكشن يعني سلالم بتطلع، عشان كده بنقول نون ديكريسنج يعني لا يمكن تقل، هي بتزيد اهي وبتثبت، يا اما تزيد يا اما تثبت، يعني مش لا مش ممكن تقل، نون ديكريسنج فانكشن. ودايما الدومين بتاعها اي حاجه مش مشكله، بس الرينج دايما بتاعها من مش ممكن تطلع عن الوان، يبقى الرينج بتاعها اللي هو الواي اكسس من 0 ل 1. ده شكل السي دي اف دايما كده ستيب فانكشن، بتتراوح الرينج بتاعها من 0 ل 1. لو عايزين نكتبها، طيب لو عايزين نكتبها ممكن تتكتب بطريقه تانية غير اللي احنا كنا عاملينها، ان احنا نقول اف اوف اكس، عايزين نكتبها بصوره بصوره فانكشن هنكتبها بيس وايز فانكشن كده متقسم، هي 0 لو الاكس اقل من ال 1، قبل ال 1 ما كانش فيه حاجه، بعد كده هتبقى يحصل جامب يعني قفزه بمقدار نص لو الاكس جت عند ال 1 يعني اكبر من او تساوي 1، وتفضل مكمله لحد قبل الاتنين. بعد كده كمان الجامب اللي بعدها هنزود على النص ربع، فهتبقى 3/4 لو الاكس اكبر من او يساوي 2 لحد كام، 3. وبعد التلاتة اكبر من او يساوي 3 بتبقى 1 وبتثبت على كده. دي طريقة كتابة السي دي اف، دايما بتتكتب في صورة بيس وايز فانكشن، بتبدأ بالصفر وتنتهي بال 1. طيب نشوف اكزامبل تاني، بيقول هنا the probability of a successful connection to a call center is 0.8. يعني ده كده بيمثل لو في انا بفتح التليفون حصل connection اتصال، you decided to try at most 4 times، انت بتجرب كم مرة، انت قررت انك تجرب الترايلز بتاعتك 4 مرات، والترايلز are independent، دي مسألة independence، يبقى independence يعني انا هفتح كده التليفون وليكن مثلا connection اسمه C وما فيش connection، يبقى في connection هنسميها C و no connection هيبقى الكومبلمنت بتاعها ان مفيش، فأول مرة ممكن يكون في C أو مفيش connection ان C، وبعدين جرب تاني C ان C، خلاص لو حصل connection يبقى خلاص مفيش مشكلة بنتصل، هنجرب تاني ليه، وبعد كده C و ان C، وبعد كده C وإن هل هكمل؟ لأ، لأن هو بيقول ان انت قررت تعمل الكلام ده 4 مرات بس، فعدد المحاولات هو محدده، فهنوقف على كده. ايه الاحتمالات اللي تتحط على الرسمة دي؟ كده مدينا الرقم ده اللي هو 8 من 10، يبقى ده كام، 2 من 10، كلهم independent يعني الارقام دي ما بتتغيرش. ايه السامبل سبيس للمسألة دي؟ ايه السامبل سبيس؟ سامبل سبيس S عبارة عن C او N C C او N C N C C او N C 3 مرات وبعدها C او N C 3 مرات وبعدها N C، مش لازم نكتب السامبل سبيس، المهم تعالوا نشوف الراندوم فاريبل بيعمل ايه، بيعد عدد ايه. الراندوم فاريبل X هنا بيعد عدد المحاولات، من الواضح ان عدد المحاولات X يتراوح من، تقدر تقول لي X من كام لكام، من ممكن يعمل محاولة واحدة، ممكن 2، ممكن 3، ممكن 4. عايزين نجيب ال PMF يعني عايزين نجيب ال F of 1، F of 1 يعني محاولة واحدة اللي هي ال probability of C، دي اللي هي 8 من 10. طيب F of 2 محاولتين، يبقى دي اللي هي جت من البرانش بتاع NCC اللي هي 2 من 10، 8 من 10. ممكن بقى نجيب الباقي بسهولة جدا، 3 محاولات معناه ان اول محاولتين كان فيهم no connection وبعد كده الاخيرة 8 من 10. طيب 4 بقى محاولات دول حاجتين، ايه او ايه، يا اما اول 3 محاولات كان فيهم no connection والاخيرة connection، يا اما الاربعة كانوا ايه no connection، يبقى كده شوف بسهولة هنقول نفسنا الكلام ويبقى الموضوع سهل.
طيب نشوف المثال ده. The number of errors found in an 8-bit code is discrete random variable x with the given CDF. هنا هو مدينا ال CDF بالصورة اللي اتفقنا عليها اللي هي ال piecewise function، ودي step function. لو حبينا نرسمها هي بتبدأ من الصفر وبعدين تنط تبقى 7 من 10، وبعدين تنط تبقى 9 من 10، وبعدين تبقى 1. بيقول ايه؟ determine the corresponding PMF، عايزين نجيب ال f small of x بتاعتها. تعال نشوف الأول من خلال الشكل قدامنا قيم x اللي ممكن ياخدها الـ random variable ده. طبعا هي الايه الأرقام دي اللي هي الواحد والأربعة والسبعة، يبقى x من واحد وأربعة وسبعة. يبقى الـ PDF ببساطة هو عايز قيمة الـ f small عند الـ 1 بكام، وعند الـ 2 بكام، عند الـ مفيش 2 بقى، عند الأربعة وعند السبعة. طيب ايه الـ probability عند الـ 1؟ هي المفروض أول قيمة ظهرت لنا هي 7 من 10، بعد كده فضلت 7 من 10 لحد الأربعة، راح اتعملت جامب 9 من 10. يبقى الفرق ما بين 9 من 10 و 7 من 10 اللي هو 2 من 10، ده قيمة ال probability الجديدة اللي هي أو نقول عليها الجامب بقى، القفزة اللي ايه اللي قفزها ال CDF. يبقى 9 من 10 ناقص 7 من 10 ده البوينت. من 9 من 10 بعد كده بقت 1، يبقى القفزة دي اللي هي ال probability عند نقطة 7 و point 01. سهل جدا ان احنا من البي تي من البي ام اف نجيب السي دي اف، والعكس برضو من السي دي اف نجيب البي ام اف بسهوله. طيب نختم الفيديو ده باخر اكزامبل، وده مثال كان موجود في امتحان قبل كده. نشوف كده فهمنا ايه عن الموضوع. احنا النهارده اتكلمنا عن راندوم فاريبل، وفهمنا البي دي اف والسي دي اف في حاله الديسكريت راندوم فاريبل. تعالوا نشوف المساله دي بتقول ايه. اويتنس is known to tell the truth، يعني في شاهد معروف ان هو بيقول الحقيقة in 60% of the cases، في 90% من القضايا. And another independent witness in 70% of the cases، واحد تاني خالص ملوش علاقة بيه، مستقلين عن بعض، بيقول الحقيقة بنسبة 70%. أول سؤال، in what percentage of the cases are they likely to contradict each other in stating some fact. طيب هنا احنا نشوف كده الموضوع ده معناه ايه. طيب مبدئيا كده هقول لنفسي انا عندي witness واحد W1 ده ممكن يقول الحقيقة او ما يقولش، بيقول الحقيقة بنسبة ايه 6 من 10 وما بيقولش بنسبة 4 من 10، ملوش علاقة بالتاني خالص، ده W2 independent من بعض، فانا هعمل كل واحد في رسمه لوحده. W2 احتمالية ان يقول حقيقة 7 من 10 وما يقولهاش ب3 من 10. اول سؤال بيقول هات ال percentage او ال probability، ما percentage يعني النسبة الاحتمال of the cases، احتمال القضايا اللي هم بيتكلموا فيها بحيث ان هم بي contradict بعض. يعني ايه بي contradict بعض؟ يعني واحد بيقول حاجة والتاني عكسه، يبقى دي كده معناها عايزين ايه ال probability of contradiction. يعني ايه contradiction؟ يعني واحد يقول الحقيقة والتاني يقول العكس. يعني مثلا W1 قال truth يبقى W2 ما قالش truth، او ايه، او ال W1 ما قالش truth W2 راح قال، يعني هما كده عكس بعض. دي تتفك ازاي؟ دي سهلة جدا لان هما independent من بعض، فانا عندي احتمالات الانترسكشن هي حاصل ضرب مفيش اي مشكلة، فهنضرب ال P of W1 في ال P of W2 complement plus بنفك الانترسكشن بضرب عادي لان هما independent، W1 complement في ال probability of W2. طيب ونحط الارقام W1 اللي هي 6 من 10، W2 complement اللي هي 3 من 10، طيب W1 complement 4 من 10، W2 7 من 10، وده احتمال ان هما يقولوا عكس بعض وخلاص ما حددش، عشان كده لازم نقول ده او ده، واحد قال الحقيقة التاني كذب، الاولاني قال الحقيقة التاني كذب، او الاولاني كذب التاني قال الحقيقة، دي كده ال contradiction. السؤال بعد كده بيقول find the PDF as well as CDF فور. فور ايه اللي بيجي بعد بي دي اف وسي دي اف؟ ده بيمثل الاكس بتاعنا اللي هو راندوم فاريبل اكس. اكس هنا معناه ايه؟ معناه عدد number of witnesses
تيلينج ذا تروث، عدد الناس اللي هتقول الحقيقة كام. لو افترضنا ان في راندوم فاريبل اسمه عدد الناس، عدد كام واحد منهم قال الحقيقة، number of persons telling the truth، في كام واحد منهم قال الحقيقة، تقول لي اكس بيتراوح من كام لكام. ها فكروا شوية. هنا برضو within القضية دي أو الكلام، هو بيتكلم عن 2 شاهد بس، يبقى ممكن ولا واحد يقول الحقيقة، ممكن واحد منهم، ممكن 2، مفيش أكتر من كده. هنبدأ بقى نشوف ال PDF، يعني عندنا احتمال الصفر، احتمال الواحد، احتمال الاتنين كنقط محددة، احتمال ان مفيش حد قال الحقيقة، دي included جواها متضمنة ان الاولاني ما قالش ان التاني ما قالش. شوف كده، يبقى دي هتطلع كام، يبقى الاولاني ما قالش الحقيقة يبقى 4/10، تاني ما قالش الحقيقة يبقى 3/10. طيب نشوف وان معناها ايه. وان معناها ان هي الاولاني قال الحقيقة التاني ما قالش، او اور احتمال، هدي اللي كانت مطلوبة في اول مطلوب الكونتراديكشن ده، ودي جبناها وكتبناها هكتبها لكم. واخر واحده بقى اف اوف 2، يعني الاتنين قالوا الحقيقه، يبقى احتمال ان الاولاني قال التاني قال، دول برضو حاصل ضرب الرقمين في بعض، 6/10 × 7/10. طيب هو طالب كمان ان احنا نجيب السي دي اف، عشان اجيب السي دي اف من البي دي اف امر سهل جدا، ممكن حتى نقولها بالرموز دي، هنسميها اف كابيتال. يبقى اف كابيتال عند الزيرو عباره عن، ممكن نكتبها كده على طول، f capital of x، ممكن نكتبها في صورة piecewise function، هي 0 طول ما ال x أقل من 0، وبعد كده أكبر من 0 وأقل من ال 1، وبعد كده أكبر من أو يساوي 1 وأقل من ال 2 وأكبر من أو يساوي ال 2 بتبقى 1. أول رقم هيكون ايه ال probability عند الزيرو، اللي هو ممكن اكتبها برموز وريحكم، اف اوف زيرو اللي هو الرقم اللي طالع ده، وهنا بقى هتبقى اف اوف زيرو واف اوف وان، وبعد الاتنين بقى هتبقى اف اوف زيرو اف اوف وان واف اوف تو اللي هي وان. تمام كده، بكده نكون خلصنا الجزء بتاع discrete random variable بي دي اف وسي دي اف. هنشوف بقى في الفيديو الجاي بقية الحاجات. شكرا.